السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل لا نبدأ يعني نشوف الفيديو، صيد القميري بالبندقية الهوائية نتكلم عن المغرب، المغرب البلد العربي والمغرب العربي بإذن الله هي تصلح للسياحة العائلية في مناطق طنجة وأيضا منطقة أفران، وهذا راح أكون أغطيها، وأيضا منطقة العيون بالصحراء المغربية اللي تبدأ من قلميم إلى حدود موريتانيا. هذه المدينة صار يعني فيها ازدهار، وصارت يعني لبعض الدول تحط فيها قنصليات، وفيها الرمال الذهبية، وأيضا فيها القنص والصيد. وبإذن الله كوني عضو مؤسس جمعية الرحالة الكويتية وأيضا بعد قانوس، راح أزور هذه المنطقة الصحراء المغربية الجميلة، ومن سور الصين بإذن الله إلى مدينة العيون، وهي أكبر المدن في الصحراء المغربية، تبدأ من كلميم إلى حدود موريتانيا، وهذه راح تكون لزيارة لها. واللي أجمل من الأرض المغربية نفسها شعب المغرب، شعب يعني جميع تقريبا مستويات الشعب المغرب، يعني جلست معاهم وتحدثت معاهم في قمة الأدب والثقافة، وخصوصا البسطاء من الشعب المغربي لديهم ثقافة عربية وإسلامية وثقافة جميلة جدا جدا، يعني أملوني بإثرائهم بهذه الثقافة. السلام عليكم ورحمة الله على الأرض الحلوة هذه، ونكمل اليوم الثاني ونصيد القميري بوم صجمة، وتحيا المغرب وكدير بخير. شوف ايش حلوة الأرض. بسم الله يا أوله واخر جطلتها. بسم الله، ما اشوف الشمس على عيني، ما اشوف، حط الشيء على عيني. ايه بعد، بسم الله حشتها الحين تطيح هناك، صوبتها. شوفه حبيبتي طاح. لحظة زين هالقمري، بسم الله بطقها على صدر. ما شاء الله هجت الثانية طاحت جطرتها. بس ما شاء الله تبارك الله. هاي الحمد لله وبسم الله. بسم الله لسبت على سبة. قدم شوي الحين تطيح من فوق السيارة. متعلقة بالغصن. ايه هذيك اللي يا بس ما شاء الله. بسم الله حبتين. طاحت. على الدباية، على الدباية طاحت على الشبكة. بسم الله حب أسير الطقة طاحت. وقف خلنا بعد أقضي عليها. ارجع طاحت
جطرتها. في بعد فوق وحده وفوق وحده هذه اللي بطق هذه بس فيها غصن طاحت حلو ادكشن يا شيخ شوف قرب على الجول حط عليه حط عليه حط عليه هني 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 جول حمام ابطق وحده من هنا باقي الحاشيه قرب قرب عليه حلوة بطق هذه على صدرها يا حلو منظرهم شوف ايش كثر انطاره ايه وقف هذا خلته شوف شوف ايه بعد في وحده فوق والله كثر في وحده فوق بسم الله طاحت يا كثر فضت 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 هذه فضت ما شاء الله ايش كثر حمام ذبحت انتين يا تحت هذا فوق هذا منطقة بس ام صاتش مها بالمغرب اذكرها هو جطل من العشير بسم الله ما ينطبقين بس ابطق الفوق طاحت 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 ايش طاحت انت تطيح صوبتها صوبتها نجيبها نجيبها ان شاء الله بطق اليمين هذا بسم الله يا بس خلي الثانيه 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 فاضيه 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 عملها عملها صدفه واحده بس اوكي ايوه رحت دشت دشت هالصجمة الثاني بسم الله عشت على ذيلها طاحت 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 هناك يا زين يا زين يا زين ها بعد في وحده ثانيه شوف يا بس طاحت الثانيه طاحت طاحت
ثانية طاح ثانية موسم بيني وبينها لسبتها طلعت الصجمة من بين الأغصان كذي ودبيتها مني على ايش كثر حمام جطلتها جطلتها ودينك شنو عشيش اروح المغرب مو بصجمة اول واحد يا كثر حمام اضبط الطرف هذه بس خلها توقف شوف شوف شلون يطير ايش كثر خلها توقف هذه اللي طاحت 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 جطلتها من بين هن نقشتها نقشتها طاحت طاحت كثير هذيك وحدة بعد هذيك وحدة ها 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 هلا خلها تطب هلا تطلع شوي ظهرها هذيك وحدة بعد وينها ما تبين ما تبين ابعاد ابعاد قرب شوي اختفى داخل الزرع بس خلني اشوف هي هذيك وحده فوق راسها حلو يا حلو تحرك الشجرة ها حشتها حشتها طح طح حشتها هواها ضعيف يبي لها هوا يبي لها هوا طب طب ابي اجملها يا زين ثلاث يا هذا هذيك جطلتها حية 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 القميري يا هذه بسم الله يا بس يا بس الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ابي اشوف اليسار ها الشجرة نحوشة بالأرض نحوشة بكل مكان نحوشة بس الطيار صعبة بالهوائية روح بسم الله والله الحمد أربعة وثلاثين كمرية وباقي على النهار لكن نكتفي بالعدد هذا والله الحمد بمصشمة هوائية 34 ولله الحمد هذا مقناصي ثاني يوم بالمغرب ولله الحمد ودنكشن العشير